إذا ضل الوضع ماشي على هالحالة هي، فالشي اللي عم خطط له أكيد رح ينتزع عن قريب، وأختي رح تغير رأيها ورح تسامح على هالبنت. وإذا فعلاً صار هذا الشي، فكل تعبي وكل اللي عملته رح يضيع على الفاضي. لا 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 لا، لازم أعمل شي وبسرعة. ما لازم اسمح لأي حدا إنه يحل هالمشكلة، لكن بس شو لازم أعمل هلا؟ إيه بسيطة لقيتها. يا مسكينة، كيف بدك تضلي حاملتي وواقفة هيك؟ هلا إيديكي ورجليكي بيجاوكي وإنتي حاملتي وواقفة يا بنتي. مسكينة، هي أختي غريبة، عن جد قاسية كتير. شلون بيجي من قلبها تعاقبك هالعقاب طول النهار؟ خلص اعتبري العقاب انتهى. بس ستي قالت لي اني ضل هون لحتى هي تجي وتقلي، انا ما فيني اكسر كلمتها. خلص شو بدك فيها، لا تردي عليها ولا تخافي بنوب منها، وبعدين انا مو جايبة هالحكي من عندي، خالتك ماتفي هي اللي قالت لي لك هيك. ايه لكن لأنه هي عم تشتغل بالأكل وما أنا فاضية، لهيك أنا أجيت لقلك. يلا خلص ارتاحي يلا. يي شبك، ما سمعتي شو عم قول؟ هاتي قلتلك خالتك سامحتك، ولا ما بدك كمان تسمع كلام خالتك؟ يلا روحي وارتاحي يلا. أكيد خالتي قالت لك إنها مسامحتني، وستي كمان. ستك شانتا بتحبك ودائما بتقول الصدق، صح ما بقربك بس واقفة بصفك. يلا ارتاحي. غريبة، من وين هالصوت؟ ما سمعت، ما في صوت. في صوت، في صوت عم يطلع وأنا سمعته هالمرة منيح. ليش هيك عم تعملي جانجا؟ لا هاد صوت معدتي يا ستي، مو كنت واقفة وقت طويل هون وحاملة هي الجرة؟ مشان هيك الأكل كله انهضم. سمعتي؟ مزبوط، معناها أنت مثلي. إيه حتى أنا معدتي بتضل تطالع أصوات دائماً. هلأ باكل شي وأكيد وقتها بتحسن. رح روح لعند ساجار هلأ دغري ورح قله يعطيني شي بسكوت مشان أكله. ماشي بنتي، يلا بسرعة روحي وكلي أي شي يلا. حضرت كل شيء مشان الطبخة؟ ايه. طيب خلينا نبلش لأنه يا دوب نلحق، وكمان بدنا نعمل حلويات. ماشي. خالتي؟ وين جانجا؟ شو مرت عمي سامحتها على غلطتها؟ ما بعرف، ليش عم تسأليني إلي مادفي؟ ما أنا مثلك مستغربة من هالشي، استغربت وقت نزلت وما لقيتها، بس أنا بعتقد إنه أختي هي اللي سامحتها لجانجا وقالت لها إنها تروح.